<applause> <applause> وتعطيني كماشتي يا الملاسة غادي تخسر الخيوطة يا الملاسة وتعطيني كماشتي يا الملاسة غادي تخسر الخيوطة يا يا الملاسة كمانشتي كماشتي كماشتي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته معكم يونس السبيعي بيكالتي 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 آه كما كيشوفوا الناس فيما انا كنمشي كيقولوا راني كنشد الفلوس اما انا ما كنشد حتى حاجه والو ما كنشد حتى حاجه مشينا عند رشيد شو خلصنا المركوب ومشينا تمايا يستاق منا ما نكذبوش ولكن ما ما تشديناش الفلوس ما تخلصناش في او الناس فيما كيشوفوني يقول لك انايا يق كنشد في, في اي بلاصه كنشد الفلوس في رشيد شو قال لك شد الفلوس وشحال من شحال من اذاعه جات عندي قال لك كيشد, كيشد الفلوس اما انا ما كنشد الفلوس كنشد حاجه من نهار لي من نهار لي تشرت ربحت جوج جوج بيكالات لا لا غير الناس كيقولوا اون فناني كيقول لك احنا جايين ولكن ما جوج ما كيفوش ما كيفيش بالوعد ديالهم الا واحد هو زكريا الغفولي ولي وفى بالوعد وجا هذا لي واحد البيكاله انا باقي صغير و والناس اللي وماما امي ما قارينش ولي جا وحنا لي جا كي كيستغلنا <applause> وانا عندي واحد الموهبه وبغيت تبان وبغيت نمثل وكوميديا فكاهة وبغيت, وبغيت الموهبه ديالي تشهر <applause> كنشوف في التلفازه شي واحدين ما كيستاهلوش يبانو وعلاش انا ما نبانش حيت ساكن في العروبيه ولا كيفاش ما فهمتش خوتي انا كتقولوا راه هاد الناس كيتوصلوا بشي حاجه حنا ما توصلنا حتى شي حاجه فعلا عيط لينا رشيد شو ومشينا لعدو يعني الترونسبور من عندنا وكلشي من عندنا ومني مشينا وديناه يعني ما كاينه حتى شي حاجه ما كاينه حتى شي حاجه الدري بان معاهم في البلاطو وكلشي وما توصلنا حتى شي حاجه يعني هاد الوليد عنده واحد الموهبه زوينه وكاين باغي كوميديا باغي تمثيل ولكن ما كاين حتى شي حاجه يعني ما كاينش شي حاجه تغيرات في الحياه ديالو ما كاين حتى شي حاجه حتى شي حاجه ما تغيرات في الحياه ديالو يعني باقي هو هو مخلاف خلاف بيكالات اللي جابوا ليه جابلو له هدا لي زكريا الغافوري بيكالا فعلا وشي حاجه اخرى ما كايناش ما تا زعما حنا ما عارفينش ما عارفين حتى شي حاجه حنا قالوا لنا الدري راه غادي يهبط غيستقبلوا رشيد شو هبط عادي مني سالا السيد اللي دوا معاه حنا ما دوش معانا نهائيا اه هو السيد اللي عيط له. انا نهار الاول عيط راجلي وراجلي سلم النمره ديال التليفون راشي السيد اللي مكلف بيه دا راه سلم عطاها للسيد اللي مكلف بيه ملي عطاها لي هو اللي دوا معاه وقال لي دابا غادي تجي غنديو الدري يعني ملي مشى عادي استقبلوا دار داكشي قال لي غتعاود ترجع عندي قال لي من دابا واحد السيمانه غتجي عندي وغندويو على داك الوليد البيرو ديالي لما نظن قال لي سيدي مؤمن البيرو ديالو انا حتى كنت واقفه وكنتصنت هي هاديك السيد كنتسناو فيه بانه راه غادي يمشي عندو يدوي على الوليد وما كاينه حتى شي حاجه كيسولوا السيد عدي كيقول كي لي مكين راه ما كاين والو ما عيطش ليه صافي تقولي الحقيقه هي هذه ما كاين حتى شي حاجه الخوت الاخوانين كلشي بخير انا هو خوتي لي جبت تصداع كامل يونس السابيع راه غير غادي مسخر هاد عنده وقال لي قلت لي يونس راه هي دويره قال لي هاك غادي تلاقيت انا واحد الاخر بلا ما نذكر الاسم ديالو قلت لي هاك تاخذ دوره قال لي ها راه هو يونس طلع لي الدم طلعوا السكر ماشي غير الدم ولا كيغوت راه هي بيكالتي لي هي بيكالتي الاخر يقول لي انا عطيتيني شي حاجه كيرجع عندي انا كيقول لي اسم محمد بيكالتي صافي سيد ملي شنا تعصب عطينا بيكالتو ملي عطينا بيكالتو الغدا تصبح الفيديو في اليوتيوب فيسبوك كل شيء خدام معانا حنا ودابا انا ولا وكل شيء لي انت اللي جبتي تصداع حيت الدري ما من هادشي والو يعني كنقول لهم انا كملوا معاه راه غيكون خير ان شاء الله كل شيء كيقول كي لك شد الفلوس انا شحال من واحد جا عندي قال لي راه خالك شاد جوج مليون قلت لهم هادشي ما ولا شاد هو شاد هو انا ما في راسي راه ما ويعني دابا كل شيء توضح قال لك ما كل شيء كيقول كي ما كاين حاجه وهاد الدري يعني عنده موهبه زوينه اللي بغى يكمل معاه لا لقى شي واحد اللي يتساعد معاه غيزيد قدام Hisho